دكتور هيثم، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، اهلا بيك دكتور هيثم، اهلا بيك. دكتور هيثم، ايه الحال، حاله المعرض ايه؟ انا الحقيقه بشوف وبتابع من الاخبار وعلى السوشيال ميديا، شايفه انه حتى رغم انه كان سوء الطقس والجو بعض الفترات اثناء معرض الكتاب، لكن كان الاقبال ومحبي وعشاء الكتب كانوا رغم سوء الاحوال الجويه لكن كانوا حريصين على ان هم يكونوا موجودين في المعرض. قول لنا ايه الاخبار ايه؟ الحقيقه زي ما حضرتك بتقولي بالضبط، المعرض نجح في انه يتحول من مجرد حدث ثقافي الى كونه حدث قومي بيهم الاسره المصريه كلها. احنا الحقيقه من البدايه والاقبال فوق التوقع، سواء في ظل الاحوال الجويه او في ظل الامتحانات او حتى في ظل بطوله افريقيا اللي بنتمنى ان شاء الله نتوج بيها النهارده. يعني بس اعتقد النهارده كده يا دكتور هيثم، يعني اي حد موجود في المعرض ابتدى يمشي دلوقتي مش كده؟ لا والله احنا لسه موجودين وفي زحمه، غالبا اللي موجودين يعني مرتبين امرهم ان هم يشوفوا الماتش في مكان قريب ومش عايزين يسيبوا المعرض برضه. بس المعرض هيقفل الساعه كام؟ المعرض بيقفل 8. 8، تمام كده صح، يبقى هم صح، برافو عليهم، اتفضل. فالحمد لله في اقبال كبير جدا ومن فئات عمريه كبيره. طبعا اليومين الثلاث ايام اللي فاتوا معدلات زياره الاسر كان عالي جدا بعد انتهاء الامتحانات. الحقيقه كمان انه الحاجه المفرحه جدا هي ظاهره حقائب السفر في المعرض، في ناس بتيجي بشنط سفر فاضيه كلها كتب خزينه السنه كلها ما شاء الله. والسنه دي كمان في ظاهره جديده في عربات الاطفال اللي هي اللي بعجل، الناس بتيجي تملاها كتب برضه. نعم، هايل. واظن انه ده مؤشر مهم جدا على معدلات القراءه المصريه. ده طبعا بقى واضح قدامنا، احنا بالفعل عندنا اجيال قارئه، مش العبارات اللي كانت بتتقال ان احنا شعب غير قارئ وشعب غير مهتم بالثقافه. اي حد يدخل معرض الكتاب دلوقتي هيشوف مدى الاقبال على الكتب وعلى الفعاليات الثقافيه والفنيه ايضا. ايوه هايل. طيب خليني اسال حضرتك، واحنا يعني مهم قوي ننقل الاجواء للناس يا دكتور هيثم. حضرتك بتقولي انه الاسره المصريه كلها كانت موجوده وكله كان بيشتري كتب وداخلين بشنط سفر وشنط اللي بعجل علشان ياخدوا كل هذا الكم من الكتب. الاقبال اكتر على ايه؟ على اي نوع من الكتب؟ الحقيقه انا اقدر اقول الاقبال اكتر في هيئه الكتاب، لانه انا ما عنديش معدلات البيع بالنسبه للناشرين. لكن بالنسبه لهيئه الكتاب اقدر اقول لحضرتك انه 40% مبدئيا اقبال على كتب الاطفال وكتب النشر. الاطفال ايوه، ده مؤشر هايل. ده انا تخيلت ان بعد ما وجود التكنولوجي الجديده والافلام والجيمز انه مش هيبقى في اطفال حريصين على القراءه. لا بالعكس، الاسر بقت بتشوف القراءه بوصفها جزء من بناء شخصيه ومستقبل الطفل. هايل. وده اللي جاي لنا من كل الاستطلاعات اللي موجوده في المعرض. الثاني وده برضو مفاجاه بالنسبه لي، انه بالنسبه للشباب، والشباب بيمثلوا الشباب تحت 30 سنه بيمثلوا اكثر من 65% من جمهور المعرض وجمهور الهيئه ايضا. ايوه. والحقيقه انه البيست سيلر بالنسبه للشباب هو الكتب التاريخيه. يعني هيئه الكتاب بتبيع كتب تاريخيه، توزع كتب تاريخيه اكثر من اي كاتيجوري ثاني في الكتب. ايوه. تاريخيه بمعنى ايه؟ بمعنى ايه يا دكتور هيثم؟ الكتب اللي بتتكلم عن تاريخ مصر، عن هويه مصر، عن الاحداث اللي مرت بمصر من ايام الفراعنه. يعني سلسله مصريات واحده من اكثر الكتب اللي بتبيع في هيئه الكتاب او اللي بتوزع في هيئه الكتاب. مثلا سلسله تاريخ المصريين برضو واحده من السلاسل المهمه جدا اللي بتوزع بشكل عالي قوي. الحقيقه انه لما اعرف انه الشباب هم اللي بيقروا الكلام ده، فده بيديني امل كبير جدا في المستقبل. لانه الشباب عندهم قابليه لدراسه هذا التاريخ حتى لا نقع في بعض الاخطاء التي وقعنا فيها سلفا. ده مهم جدا. أنا متخيلة هتقولي حضرتك إنه الشباب مقبل أكتر على
الرواية مثلا. هو ده حاصل بالنسبة لبعض دور النشر اللي مهتمة أكتر بنشر الروايات. في روايات تعتبر بيستسيلر فعلا في المعرض. أيوة. وفي إقبال كبير من الشباب على ده، بس أنا بتكلم على الترتيب اللي موجود في هيئة الكتاب. أيوة أيوة. بس أنا وأنا بتابع كده دكتور هيثم، لقيت مثلا واحنا بنتكلم على كم ناشر كان موجود في معرض الكتاب النهاردة، لقيت السنة دي عفوا، لقيت انه اكبر عدد للناشرين، خليني اقولها لحضرتك، هو اكبر عدد للناشرين، عدد الناشرين المصريين 97 دار نشر. كويس؟ لا 970. لا ثانية واحدة، أنا بتكلم إن هم عدد الناشرين المصريين كتاب إسلامي وتراث 97. أيوه فعلا، ده كان لافت للنظر. هو كاتيجوري كبير، قطاع كبير من النشر ده كلهم أعضاء في اتحاد الناشرين بيشتغل في الكتب التراثية. أيوه، الكتب الدينية الخاصة بالتراث بالقديم ولا أنه تراث؟ هي كتب التراث العربي كلها. العربي دي دور النشر الحقيقه قديمه وموجوده في الازهر والبجاله، ودول اعضاء اتحاد الناشرين من زمان كلهم ناشرين قدامى او معظمهم كمان. نعم. وهم الحقيقه بيلاقوا رواج. احنا مجمعين هذا النوع في صاله واحده اللي هي صاله اربعه. تمام. طيب الجوائز اللي الجوائز اللي للمعرض هذا العام، الجوائز اعلنت بالفعل جوائز احسن كتاب او احسن ناشر. نعم. كانت برعايه البنك الاهلي، زودنا قيمه الجوائز علشان تبقى بقيمه معرض القاهره الدولي للكتاب. كل جائزه بقت 40,000 جنيه بدل 10,000 جنيه في الدوره اللي فاتت. تمام. كمان عندنا جائزه زياده مهمه جدا اتعملت السنة دي، استحدثت للمرة الأولى، هي جائزة أحسن ناشر عربي مشارك في المعرض. أيوة. بالتعاون مع اتحاد الناشرين العربي. أيوة. دي كانت أفضل حاجة بالنسبة لحضرتك شايفة. ده الجديد السنة دي. الجديد. أيوة. نعم. ده إضافة للمعرض يعني. بالتأكيد، لأنه ده ما كانش موجود قبل كده. نعم. الحقيقة إنه الإقبال العربي السنة دي على المشاركة في المعرض كان كبير جدا. احنا عندنا 250 ناشر عربي تقريبا، مقارنة بدورة يونيا الماضي. نعم. كان عندنا 83 فقط. ايوه. وده أيوه. بيعكس ازاي اشقائنا العرب بيشوفوا مصر دلوقتي، ازاي انه بقى في حالة كبيرة جدا من الثقة في استقرار الدولة المصرية. أيوه. ازاي انها قادرة تبني جسور بيننا وبين كل العالم. الحقيقة انه البرنامج المهني اللي بيعد اضافة السنة دي للمعرض. أنا بعتبره نقلة تاريخية في تاريخ المعرض. وهو البرنامج اللي هيحول المعرض أو بدأ يحوله فعلا من مجرد سوق للكتب إلى معرض بيدعم صناعة النشر في الوطن العربي كله. بيدعم حركة الترجمة من وإلى العربية بشكل ما. عايز أقول لحضرتك إنه كان عندنا ناشرين أجانب مشاركين في البرنامج المهني من أكثر من 15 جنسية، كلهم بعد ما رجعوا بلادهم بيقولوا انتوا كتبتوا سفراء لمصر في الخارج. حلو ده. السفير بدرجة ناشر دي يعني حاجة مهمة، لأنه ده ناشر في الأول. نعم. وفي الآخر. نعم. سؤالي لحضرتك، مبادرة ثقافتك كتابك. أيوة. طب اتفضل كلمني عنها. المبادرة اللي أطلقتها معالي الوزيرة في رمضان السابق في معرض فيصل للرمضان، وهي أصلا بتتعامل مع الكتب اللي سعرها بنخليه أو نقدر نعرضه على الجمهور فيما لا يتجاوز ال 20 جنيه للنسخة. يعني كل كتاب موجود في المنصة في المبادرة سعره من جنيه إلى 20 جنيه. المبادرة دي استمرت معانا على مدار الأشهر السابقة، وكانت معممة على منافذ هيئة الكتاب، بحيث أنه كل المعروض ده كان في شهر أكتوبر، كان كل المعروض في المنافذ سعره من جنيه لعشرين جنيه. بس دي على كتب محددة يا دكتور هيثم؟ لا يا فندم، هي الحكاية ببساطة أنه إحنا عرضنا الكتب، إحنا بنحاول نخلي الكتب رخيصة على قد ما نقدر كل التخصصات، وبنحاول نطلع عيون الكتب اللي موجودة عندنا
الصادرة في الثمانينات للتسعينات وبنحطها بسعرها وقت صدورها. أيوة نعم نعم. فبنلاقي كتب مهمة جدا لكن أسعارها مقارنة بالأسعار الموجودة دلوقتي رخيصة جدا، لأنه ده كان سعرها وقت صحيح. ما صدرت بالفعل. صحيح صحيح. ألو. أيوة مع حضرتك. عفوا معلش، هو الزحام بيقطع الشبكة شوية يعني. لا لا ألف سلامة. لا لا ألف سلامة عليك. طيب ندوات كتيرة اتعملت في المعرض السنة دي يا دكتور هيثم. ما اقدرش اقول اهمها ايه، لانه ندوة يعني ندوات مهمة في غاية الاهمية، لكن في بعض الندوات اتلغت او اصحابها لغوها. الاسباب ايه؟ الناس بتسأل. هو الغاء الندوات كان نسبته قليله جدا السنه دي، لكن كان في اعتذارات من بعض ضيوف الندوات، لانه معرض الكتاب معظم ندواته بتبقى فيها اكثر من ضيف، غالبا بيبقى ثلاث ضيوف. ففي بعض الضيوف اعتذروا للاشتباه في الاصابه بكورونا مثلا او لظرف صحي. هي الحقيقه الظروف الصحيه كانت هي الغالبه على كسبب اللي اعتذروا. كسب. لكن نسبة الندوات اللي اتلغت قليل جدا. انا عايز اقول لحضرتك مقارنة بالدورات السابقة. اي وكانوا اصحابها هم لظروف صحية يعني، مش لاسباب اخرى. معظم فعلا لظروف صحية، سواء كانوا من مصر او من خارج مصر. كتير من اللي خارج مصر خطوط الطيران اتعطلت بسبب كام ندوة كانت من المفترض تحصل من خارج مصر واتلغت. هو بس كان ندوتين على ما افتكر، والمشكله اللي حصلت في الخطوط الجويه، ومن الندوه من المغرب كانت، لانه الخطوط الجويه المغربيه قفلت علشان الغلق اللي هم عملوه. نعم. ندوتين من الخارج، وفي مصر كم ندوه تم الغائها؟ اظن في حدود الثلاث ندوات فقط في البرنامج كله، البرنامج حوالي 700 فعاليه. ايوه نعم. ثلاثة بس. مش أكتر من ثلاثة فعلا. أيوه. أكيد في كل مرة، وده عموما لازم أعتقد إن احنا نبص عليه يا دكتور هيثم، فكرة إنه احنا محتاجين نركز على إيه السنة الجاية. أعتقد دي بتبان أثناء المعرض. هل كونتوا فكرة إنه محتاجين إيه يتعمل السنة الجاية؟ لاحظتوه السنة دي مش موجود؟ لا، هو ثلاث حاجات محتاجين يتطوروا السنه الجايه. احنا مركزين على تطوير المنصه الالكترونيه والبيع الاونلاين في الكتاب الورقي، وده بدا بالفعل في المعرض ده على سكوب ضيق شويه لهيئه الكتاب فقط. وانا اظن انه انا حلمي الشخصي انه منصه معرض الكتاب تبقى سوق نشر مصريه وعربيه ايضا، وده احنا شغالين عليه باذن الله ان شاء الله. الحاجه الثانيه، احنا خلينا معرض كتاب الطفل السنه دي مستقل في جناح لوحده. والحقيقه انه حلم عند معالي الوزيره انه يعود معرض كتاب الطفل، معرض القاهره الدولي لكتاب الطفل، مستقلا في مكانه وفي موعده. يبقى عندنا معرض ثاني دولي لكتاب الطفل. يا ريت. الحاجه الثالثه هي البرنامج المهني اللي كلمت حضرتك عنه من شويه، واللي احنا شغالين على انه يبقى برنامج منتج لمشروعات ترجمه وتعاون نشر مع كل دول العالم. هايل. دي اللي نفسكم السنه الجايه تحققوها ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. موفق موفق. بشكرك دكتور هيثم الحاج.